اللي هو أول مشاة تابع لفرقة الحمزة، يقوم بقنص الدواعش في كميل عبدلي قرية عين ذكر، الله أكبر وعزة لله. يقوم باستهداف أي حركة في دشم الدواعش. كمان في منطقة العبدلي ومنطقة البكار ومنطقة نسير ومنطقة ست سحم الجولان لصد أي تقدم لتنظيم داعش باتجاه هذه المناطق. والحمد لله سنقوم بفتح معارك جديدة واستئصال هذا التنظيم من كافة الجنوب السوري.